أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي من جديد في هذا الجزء المهم من الفرع الثاني من شابتر 4، وهي التي تتحدث عن التقييم التغذوي Nutritional Assessment for Different Groups. هنتحدث اليوم عن Anthropometric Data Uses، استخدام البيانات الأنثروبومترية التي سنأخذها من مختلف أجزاء الجسم من الطول والوزن والعمر، وكيفية حسابها وما هي العلاقة بينها وبين بعض الأمراض المزمنة أو الأمراض التي لها علاقة بالتغذية والدايت. إذن استخدامات البيانات الأنثروبومترية، وهنا تستخدم ل to evaluate progress of growth، لتقييم تقدم النمو وخصوصا في الأطفال. Identify people whose growth is outside normal values suggesting under or over nutrition. هنا مهمة جدا هاني، اللي هي ايش؟ من خلال الداتا هاي بقدر احدد الاشخاص اللي بيكونوا خارج القيم الطبيعية في النمو، مما يشير إلى نقص أو زيادة الوزن، وهذه مهمة في نقص وزيادة التغذية عفوا، إذا نقص تغذية أو over nutrition. Screening tools to identify individuals at high risk of malnutrition، تعتبر أداة فحص جيدة حتى من خلالها نحدد الأفراد الذين يتعرضوا لخطر الإصابة بسوء التغذية. وهنا البند الثالث to measure changes over time، حتى اني استطيع قياس التغييرات بمرور الوقت على الانسان وحالته الصحية او التغذوية، which is monitoring effects of nutrition intervention for eye treatment for a treatment of disease surgery or malnutrition. Also can track weight changes that may indicate disease. هنا تراقب أثار أي تدخل غذائي أو intervention program. هنا إذا أنا بسوي أي intervention program لعلاج المرضى أو بعد الجراحة أو سوء التغذية، سواء بالزيادة أو النقص. وأيضا هنا ممكن أنا تتبع تغييرات الوزن التي قد تشير إلى أي مرض من الأمراض المتعلقة بالتغذية. هنا التشارت بنشوف تشارت عفوا identify risk factor for chronic disease example elevated BMI. هنا ممكن اخذ الوزن بالكيلو، شوف هنا هاي الوزن بالكيلوغرام، هنا 50 65 60 65 70 وهكذا، حتى احدد البادي ماس اندكس والطول ب السنتي، يعني من 124 سنتي ل 200 مجازا. فهذا الكيرف هان وتحت يحدد منطقة الأوبيسيتي اللي هي ايش؟ بي ام اي اكتر من 30 في السكور. هذا الرينج من هذا الخط لهذا الخط هنا اللي بيحدد الاوفر ويت، اللي هو من السكور 25 ل 30 على السكيل تبع البي ام اي. هذا الخط الأخضر الفاتح اللي هيحدد البي ام اي من 18.5 ل 25، وهو ايش؟ النورمال. نورمال بي ام اي من 18.5 ل 25، وما فوق هذا الخط بي ام اي اقل من 18.5 بيكون ايش؟ اندر ويت. يعني مثلا انسان وزنه 60 وطوله 160 على سبيل المثال، بيكون هنا الخط تبعه في مكان البوينتر بالضبط. ناخد 160 كده وننزل على 60، نطلع فوق ونشوف وين طوله، يعني الوزن، نحدد الوزن مثلا 65 والطول مثلا 170 هنا، تمام. مثلا واحد او حدا وزنه 85 وطول مثلا 150، نحدد هنا ونحط خط، بكون ايش؟ اوبيس، نحط
هنا خط بيكون اوبيس، وهذا طبعا ايش بيكون في النود تبعه، لكن ما بيطلع لي الرقم، هو بحط لي الكاتيجوري. هذا التشارت بتحدد الكاتيجوري، تمام، يا اما اوبيس يا اما اوفر ويت يا اما نورمال يا اما اندر ويت. فهمتوها كيف؟ يعني مثلا الوزن 60، الطول 170، نمشي 60 وال 170 هنا، تمام. اوكي، مثلا وزن 70 طول مثلا 150، وزن 70 طول 150 هنا يكون ايش؟ اوبيس. اوبيس مع انه اشخاص تانية وزنها 70 لكن طولها 160 يكون اوفر ويت. مثلا طوله 170 يكون نورمال. شايفين كيف؟ على نفس الميزان، او نفس الطول افرض 100 مثلا و70 سنتي، وزن 65 بيكون نورمال، كمان 70 بيكون نورمال. الوزن إذا كان 75 بخش في الأوفر ويت، إذا كان 80 أوفر ويت، إذا كان 85 أوفر ويت، لما يخش 90 كيلو بصير إيش؟ أوبيس. شايفين 90 مع 170 وهكذا. هنا بنحدد الكاتيجوري. أوكي، ممكن نجيب التشارت في الامتحان ونقول حدد الويت على الميزان هذا أو التشارت هذا. Good to track growth in kids، هي الـ growth chart نفس الإشي، ولكن لاحظوا هنا length for age للgirls اللي لونها pinky للfemale، وهنا من 6 أشهر في البرسنتايل. برسنتايل اللي هي تتبع نمو الأطفال أو مخطط النمو هنا، اللي بيكون في دفتر المتابعة تبع الأم والطفل في وزارة الصحة. فهنا اللينث شايفين بالسنتي، طول الطفل بالسنتي، وهنا العمر بالأشهر، العمر بالأشهر. نفس الشيء بنحدد مثلا الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، لغاية سن 12 سنة، بعدين 13، بعدين ايش بصير؟ لا اكتر من سنة، تمام. وهنا السنتي مثلا طوله 65 سنتي في 3 شهور عمر، يكون كده، يكون كده، وهكذا نفس التراك تبع الادلت. هنا من 0، من 6 شهور، من زيرو من الولادة لغاية 6 شهور. typically measure weight length head circumference و brain growth. عادة ما يقيس الوزن والطول والرأس ونمو الدماغ. هنا الطول إذا أقل من سنتين زي ما شفنا على الشارت، هاي طريقة قياس محيط الرأس بالمتر. الويت طبعا ايش؟ بالميزان. arm circumference لو محيط الذراع بالشكل هذا بالداخل، محيط الذراع من وسط البايسبس. head circumference هنا حكيناها، waist circumference و hip circumference، هاي الويست والنافل السرة، ونحط المتر. بعدين الحوض بالضبط على عظمة العانة، وبنمشي بالضبط على المتر هان، فبكون ايش؟ الهيب circumference. وسكن فولد بالجهاز اللي حنشوفه كمان شوية في السلايدات، نقيس من منطقة معينة سكن فولد، لكن ما مش كتير يستخدم هذا الجهاز في وسطنا العربي إلا في اللي عنده موجود هذا الجهاز، أو ممكن أقيس بداله الويس الأرم سيركونفرنس بالمتر وشبيهة فيها، وكل شيء له تحديده. نحفظ هذه الخريطة كويس عشان بدنا إياها. وهنا الميشرمنت، ميشر ويت أس ناروس بوينت اللي هي قياس الخصر، وهذا قياس الحوض، وفي له معادلة الخصر على الحوض بيعطيني نسبة، والنسبة هاي لها ترجمة، هذا بيفيدكم جدا. measurement for adults height measurement. الهايت لما بدي اقيس الطول لازم يكون على الصفر المتر، والارم تبعه
هو هذا الصح، وهذا الميزان الصح بيبقى في الموازين العادية أو على الحيط، طبعا من غير الشوز، شوز أوف، لازم من غير وجود الحذاء. فقياسنا لازم يكون منتصب. The subject stands erect at barefooted on stadio meter، اسمه stadio meter، تمام، with movable headpiece. الشخص يقف هنا منتصبا، ظهره إلى الحائط ووجهه إلى الأمام، حاف القدمين على مقياس الطول، ويكون له ذراع متحرك هنا حتى إيش نضعه على الرأس من أعلى، ونقدر نقيس بالارتفاع تبع الشخص على أقرب نص سنتي. راعي طبعا الشعر، وراعي ممكن يكون لابس حطة أو لابس شالة، لابس شالة الست أو لابس، طبعا هذا بيكون أفضل لو انتزع من الرجال مثلا، أو إذا كان من أنواع غطاء الرأس السميك يجب مراعاة هذه الفنيات. أما السيدات حتى ولو كانت بالحجاب فنراعي النص سنتيهان حتى يكون القياس دقيق. قياس الأطفال الرضع في لهم متر خاص موجود عندنا في المختبر، أعتقد بتشوفوه مع على الحيطة معلق عند الثلاجة عند الباب. آسف لمستمعيني الكرام، هذا الفيديو خاص يعني طبعا بطلبة التغذية في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وأنا أحدثهم كأستاذهم، ولكن يستخدم هذا الجلد أو القياس البلاستيكي، يوضع الطفل على قياس الرأس هنا من الصفر ويمدد، ونضغط نوعا ما على الركبتين حتى يستقيم الطفل بالكامل، ونأتي بالطرف الآخر ونلصقه بالقدمين، وهناك على الطرف الآخر من الشيت، هذا الشيت موجود هي حتى ما متني هنا، الشيت هنا يوجد التدرج والذي يوضح قياس طول الطفل. بعض الموازين الحديثة، وهو هذا القانوني، تأكدوا تماما هذا هو الميزان القانوني الذي يجب أن يستخدم في عيادات التغذية وفي عيادات قياس الطول والوزن، الوزن والطول المسطرة اللي احنا شفناها قبل شوي. فهنا بعض الموازين، بعض الأشخاص يستخدموا الموازين الإلكترونية، وهذا اللي بنسميه احنا باثروم سكيل أو ميزان الحمام. الديجيتال نوعا ما ممكن يكون أدق من العقرب الذي يتحرك أو الساعة التي تتحرك. نسبة الأخطاء عالية جدا في هذا الميزان، هذا الميزان أدق، ولكن هنا بطريقة تدريجية يعني طريقة تقريبية في الميزان المعلق، وهذا جزء يوضح الميزان الرسمي اللي هو الدايل هاي اللي هو الميزان القانوني أو الرسمي. uses a regular calibrated electronic or balanced beam scale. spring scale and bathroom scale are less reliable. bathroom scale مش دقيق. فخلينا ندقق يعني في هذا الموضوع كتير، هو هذا الميزان القانوني فقط الذي يعتمد على قياساته، ما دونه لا. طبعا طريقة التوزين هان، weight in light clothes no shoes، لازم shoes off، ممنوع لبس الحذاء والصعود على البلاطة هاي عند قياس الميزان، ممنوع منعا باتا. لازم ايش نراعي ان الملابس تكون خفيفة. القياس كما هو في الطول نراعي لأقرب نص سنتي، هنا لأقرب 0.1 جرام لو، أو لأقرب 100 جرام بالملابس، تمام، يوزن الشخص بالملابس. هذا ميزان الطفل، ميزان خاص فيه طبعا من الديجيتال لأنه دقيق، دقيق جدا، له كفة صغيرة أو
الدايل صغير زي كده له الجرامات تبعته تنحط. هذا موجود في العيادات وهذا دقيق جدا، وهنا يعني الدقة عالية برضو، هذا خاص بالأطفال. Nutritional Indices in Adults، المؤشرات الغذائية عند البالغين. هنا المعيار الدولي اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الـ International Standard اللي هو الـ BMI Body Mass Index، طبعا كلنا عارفينه. BMI is computed using the formula، هاي الفورمولا تبعته. BMI بيساوي ايش؟ الوزن بالكيلو مقسوم على الطول بالمتر المربع. الوزن بالكيلو مقسوم على الطول بالمتر المربع، بيعطيني التشارت، راح نشوف الجدول كمان شوية. Evidence shows that height BMI obesity level is associated with type 2 diabetes and high risk of cardiovascular morbidity and mortality. الدلائل الدولية والأبحاث الدولية بتشير إنه ارتفاع مؤشر كتلة الجسم اللي هو مستوى السمنة obesity level، مستوى السمنة، التدرج تبع السمنة على السكيل لكل الناس، هنا إذا كلما ارتفع طبعا هنا مربوط يرتبط ارتباط وثيق بمرضى بمرض السكر من النوع الثاني وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا الوفيات. يعني كلما ارتفع الوزن وكان من الأوبيسيتي كلما كانت الخطورة على الجسم أنه يصاب بالمضاعفات اللي أحدها Diabetes Type 2 و High Risk of Cardiovascular Diseases وربما الوفيات. هاي الجدول تبع البي ام اي Classification، بي ام اي سكور، والريسك. والريسك هنا اللي احنا بنتكلم عنه، فاللي اقل من 18.5 وهنا اكثر من 40، هذا التدرج القانوني للبي ام اي. اندر ويت، تحت الوزن تحت الوزن الطبيعي اللي هو 18.5، من 18.5 ل 24.5 هنا بيكون ايش؟ نورمال ويت، الوزن الطبيعي. اذا البي ام اي تبعه في الكاتيجوري هاي 18.5 ل 24.5، بيكون هنا الريسك للديزيزز اللي احنا حكيناها افريج. افريج طبعا في الاندر ويت لو. اذا كان الشخص اوفر ويت، ومعظم الناس بتقع في هاي الكاتيجوري في هذا التصنيف 25 ل 29 و 19، ممنوع نكتب 30 وهنا ممنوع نكتب 25، هنا من 25 ل 29.5، هنا الفرصة 29.9 عفوا، هنا الريسك انكريزد، يزداد لاحتمالية الإصابة بأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة أو المتعلقة أيضا بأمراض الأوعية الدموية والشرايين وأمراض القلب، هنا يزداد. في الأوبيسيتي، الأوبيسيتي تتدرج، أوبيسيتي جريد 1، أوبيسيتي جريد 2، أوبيسيتي جريد 3. إذا السمنة من جريد 1 اللي هي بتكون من 30 ل 34.9، شوف بعد الأوفر ويت في الأوبيسيتي، يعني من 29.9 أنت لسه إيش؟ أوفر ويت. إذا عديت ال 30 لغاية قبل ال 35 بيكون إيش؟ الريسك هنا عالي، مودريت، وسط في الإصابة بالأمراض المزمنة، ويكون درجة الأوبيسيتي تبعتك كلاس 1، وهذا بيلزمنا جدا مهم في التشارت تبع المريض لما نصنف احنا الميزان تبعه ونصنف الأوبيسيتي بكرة في عياداتنا. كلاس 2 أوبيسيتي من 35 ل 39.9، وهو بيكون هنا ايش؟ سيفير أوبيسيتي، يعني سيفير تشانس، يعني درجة عالية من الإصابة. كلاس 3 اوبيسيتي اللي هي بكون أكبر من 40 على الرقم، طبعا لا إلى ما لا نهاية، يعني الوزن 200 كيلو بيقع هان، اللي أكثر من 40 على السكيل بكون very severe الريسك والتعرض للأمراض والمخاطر اللي احنا نتكلم عنها. اذا هذه الخانة للمخاطر، وهذه الخانة اللي هي تدرج السكيل، وهذه الارقام الماتش عليها. طبعا هذا بده ينحفظ بصم، بده ينحفظ كما هو.
التشارت هاي هي التشارت الدولية المعتمدة، يريد الكل يطبعها ويحطها عنده A4، يعمل منها نسخ كتيرة حتى انه يستخدمها بكرة في قياساته ويستخدمها في شغله للمستقبل. هنا تدرج بالوزن وهنا تدرج الطول، تدرج الطول وتدرج الوزن. انت حر بدك تعمل السكيل، بدك تسويه بالباوند بالانش او بالسنتي وبالكيلو. طبعا هنا المتريك وهنا اليو اس. فاذا الاوزان معطى، طبعا احنا في الشرق الاوسط بنستخدم السنتيمتر والكيلوغرام، فملاحظين هنا الكيلو بيتدرج، وهذا طبعا اوزان دولية ومعروف التشارت هذا دولي لا نستطيع تغييره مهما حصل. تمام، بدنا نحفظه زي ما هو. يعني هنا من 152 سنتي و4 أعشار لغاية 193 سنتي لربما أكثر. في بعض المواقع ممكن تلاقي الرسم، بس هو فيش إنسان طوله فوق 193 سنتي في الأفريج إلا ما ندر. فإحنا عشان هيك بنقول إحنا أقل من 152 سنتي ممكن يعني نلاقي له التشارت تبعه، ولكن الافرج تبع الناس، طبعا هذا بعد دراسة نحط الافرج تبع الناس في الاطوال هاي. تمام، وايضا الاوزان تبعت الناس ما ندر بنلاقي تحت 45 كيلو في الادلت. هذا طبعا للادلت مش للتشيلدرن، للادلت من سن 18 سنة وطلع. 18 سنة الا يوم نستخدم موازين الاطفال. اوكي، هذه مهمة جدا القاعدة، يعامل معاملة الطفل لغاية يوم ميلاده 18 حسب القانون، فركزوا عليها النقطة هاي. طيب نختار وزن، مثلا حدا طوله 160، تمام، وزنه مثلا 70 أو 72 أو 71 كيلو. تمام، يعني من 70.3 ل 72.6 أعشار. هنا وزنه قديش قلنا احنا؟ 160 سنتي. اذا بننزل على التدرج بنشوف وين الوزن والطول، نعمل كروس هنا، هاي 160 سنتي طول، ومثلا 59 كيلو مثلا في الصبايا. تلاقي ايش الأوزان لسه نحيفة، مثلا تلاقيها 59 كيلو مع مثلا طول 160، بكون ايش البي ام اي؟ 23. شايفينه سهل ينحسب، لأنه ممكن ما يكونش معك الكالكوليتر تقعد تحسب الطول الوزن على الطول على الوزن مربع، والوزن على الطول، الوزن على الطول متر مربع اللي هو قانون بي ام اي، عشان هذا التشارت يستخدم للحساب السريع. يعني مثلا واحد طوله 175 سنتي ووزنه 90 كيلو، اي 175 سنتي، وين تقع هنا؟ 175، نمشي لغاية ما نوصل مثلا 90 كيلو، اي 90.7 مثلا، هنا 29، بكون بي ام اي تبعه 29. ملاحظين الالوان؟ حدا سأل ايش الالوان؟ فاكرين الخطوط قبل شوية في التشارت؟ اوكي، يعني هلقيتها مثلا رقم 30 هاي اللي هي طول 167.5 وفوق، تمام، وزن 86.2 وفوق. 30 هاي ايش الالوان؟ الازرق هذا الفاتح اندر ويت، يعني كل هذه الخانات اندر ويت. اوكي، والايديال اللي هو الاخضر اللي هو الوزن المثالي، الوزن الطبيعي او الوزن المثالي في الخانات الخضراء. خانات الصفراء اوفر ويت اللي هو الوزن الزياده، اوبيسيتي، اوبيسيتي في الوزن البني هنا، والاحمر اللي هو اكستريملي اوبيس اللي هي السمنه العاليه جدا. يعني مثلا هنا 42 السكور تبع مين؟ حدا طوله 193 سنتي، و حدا طوله 193 سنتي ووزنه 97.5، هنا بكون ايش؟ 26. ولكن حدا طوله 152 سنتي ووزنه 90 أو 97،
خلاص بيبقى ايش؟ موربيد، يعني اكستريم اوبيسيتي. يعني هذه مثلا نلاقي اللي قريب منها حدا وزنه 160، وطوله 160 سنتي، ووزنه مثلا فوق 90 كيلو، نلاقيه ايش؟ قرب على الموربيديتي. فالاحمر بيكون عالي الاوبيسيتي. ركز عليها هذه كويس، وبدها تدريب. ممكن نجيب لكم اياها في الامتحان، نقول حدد الخط واين يقع الخط. قياس الخصر مهم جدا، الناس بتغلط فيه كتير. نروح مخدين المتر وحاطين على ايش؟ not the narrowest part of the waist، يعني الخصر بنروحش لأضيق منطقة، لأ بنروح وين السرة بالضبط. measure your waist at your level of belly button. belly button اللي هي السرة، بنحط المتر بشكل أفقي وين السرة بالضبط، وبنلف في المتر، وهي هذه الطريقة الصح، وبنقيس لأقرب نص سنتي. فهنا اللي هي إيلياك كريست، إيلياك كريست اللي هي القمة الحرقفية، يعني بتشوف حتى بداية عظام الحوض بدأت هنا في النتفة، هاي في أول طرف عظمة الحوض تقريبا، وتختلف الأجسام عن بعضها البعض. The subject stand erect with relaxed abdominal muscles, arms at the side and feet together. بيقف الإنسان أو الشخص المراد قياس محيط الخصر هنا، يقف منتصب مع استرخاء في عضلات البطن، يعني ما بنفخ بطنه وما بيشد بطنه لجوا، حالة ارتخاء كامل. الذراعين على الجانب والقدمين ملتصقتين مع بعضهم البعض، ويجب أخذ القياس في نهاية انتهاء. طبعا هنا يشهد the end of normal expiration. normal expiration يعني في نهاية التنفس الطبيعي، عند لما يعمل expiration بعد ما يتنفس، لاحظ النفس لما يلفظ النفس اللي هو الزفير، ناخد القياس لأن هذا بيفرق معك سنتي أو نص سنتي من محيط الخصر. هذه مهم جدا القياس، حتى إيش نقدر نحسب مستوى الدهون وكمية الدهون في الجسم بعد ما نتعلمها. waist circumference القياس اللي شفناه قبل شوية، predict mortality better than any other anthropometric measurement. محيط الخصر بيعطينا انديكيتور بمعدل الوفيات بشكل أفضل من أي قياس آخر للقياسات اللي الحيوية اللي احنا ممكن، أو البيومترية اللي ممكن ناخدها من الإنسان. طبعا هنا it has been proposed that waist measurement alone can be used to assess obesity and two levels of risk have been identified. تم الاتفاق دوليا طبعا، ومقترح هنا أخذ واعتمد أن قياس الخصر وحده ممكن يستخدم لتقييم السمنة، وقد تم تحديد مستويين هنا من المخاطر في الميل والفيميل. في عنا إيش؟ increased risk و greater risk، طبعا الأيديال اللي هو الطبيعي. أوكي، فالأشخاص اللي محيط الخصر عنده أكبر من 94، أكبر من 94 بكون في الريسك، يعني هنا أقل من 94 طبيعي، والستات أقل من 80 سنتي. طبعا هنا سنتي، يعني نحط المتر وبنقيس من عند السرة زي ما اتفقنا، وبنشوف احنا ايش المحيط. فإذا الست من 80 ل 87 سنتي بتكون هنا في increase risk للكارديو فاسكولار ديزيزز، في increase risk، وهنا greater risk إذا أكثر من 88 سنتي محيط الخصر بتكون greater risk للكارديوفاسكولار disease. وهكذا الرجل إذا كان محيط خصره أكثر من 102 سنتي بيكون في greater risk، وإذا كان محيط خصر الرجل من 94 ل 101 أو لمتر تقريبا بيكون إيش قابلية الإصابة بالكارديوفاسكولار disease بيكون إيش increased. هنا يتدرج إلى الأعلى، فهنا احتمالية عالية وهنا إيش احتمالية أعلى. أوكي، هذا مهم جدا نحفظه. الأيديال أقل من 94 في الميل، والأيديال أقل من 80 في الفيميل في محيط الخصر.
هب سيركمفرنس اللي هو محيط الحوض بكما هو بالشكل هذا، كما هو بالشكل هذا، من زي الرسمة الصغيرة تبعت قبل شوية، وين وسط الأرداف تقريبا لغاية عظمة العانة من فوق هنا بنلف، ما تأخذ هذا الجانب، لا هذا طبعا في الفخذ، من هنا فقط هي وسط عظمة الحوض. Is measured at the point of greatest circumference around hip buttocks to the nearest سنتي. يعني هنا قديش الانحناء هنا في الأرداف، أعلى منطقة في الأرداف ونحط المتر، طبعا مقابلها بده يكون ايش؟ عظمة العانة، لا أقرب نص سنتي، وناخذ القياس. طبعا هاي كمان قياس صار عندنا، يعني قياسين، محيط الخصر ومحيط الحوض. The subject should be standing and measured should be squat beside him. هنا الإنسان بيقف بشكل معتدل في القياس محيط الورك، هنا موضوع مهم جدا. يعني ممكن انه الشخص الاخر يجلس القرفصاء اللي بياخذ المقاس بالجانب حتى تكون مستوى الاعين في نفس مستوى القياس، ما بتقدر يعني عشان ما تنغشش. Both measurements should be taken with flexible not stretchable tape include contact with the skin but without indenting the soft tissue. راعي انه شريط الخياطة هذا ومثل القياس ما يكونش يعني زي المغيطة، لا يكون عادي فيرم ولكن مش قابل للمط، ويكون على اتساق وصيل بالجلد او بالجسم ولكن دون احداث ضغط على المكان. ممنوع تشد المتر، حطه بالراحة وخليه ايش؟ بشكل ملتصق. waist to hip ratio الفورمولا اللي وريتكم اياها توي على الصورة الصغيرة، لو رجعتوا تاخدوها الصورة الصغيرة اللي هي hip to hip waist to hip ratio اللي هي كانت محطوطة هنا في القياسات تبعت الموازين. The ratio is used as indicators of the body fat contribution. تستخدم هذه النسبة كمؤشر حتى إني أعرف إيش توزيع الدهون في الجسم. This ratio is used as an indicator of body fat distribution. Values above 0.85 يعني بنحط الويست محيط الخصر على محيط الحوض وبنقسمه. بنقسمه بيطلع لنا رقم، الرقم هذا إذا كان في الستات أباف من 0.85 واحد عند رجال إن من and indicative of tendency of central abdominal obesity، ممكن إيش يميل إلى الإصابة بالسمنة المركزية وهي إيش؟ انتفاخ البطن. هنا بيحدد السمنة في البطن، عشان هيك أنا لما أقيس ال الخصر وأقسم على القياس تبع الحوض بيحدد لي قديش نسبة الأوبيسيتي في الستات وفي الرجال من ناحية الاكتناز الدهني في البطن، يعني الكرش، تمام؟ وقديش في هنا رقم بيعلى بكون هاي ريسك للسي في دي اللي هي كارديو فاسكولار ديزيزز والدي ام والديابيتس. دبليو اتش ار ويت تو هيب ريشيو، هذا احفظوه المصطفى، هذا المصطفى زي بي ام اي، BMI body mass index وال WHR waist to hip ratio. Okay. Below these cut-offs levels is considered low risk. إذا أقل هنا من هاي المستويات الحدية طبعا هنا تعتبر مخاطر منخفضة، أقل من الأرقام هاي، وهدول ثابتين بعد دراسات وجد إنه هو هذا الرقم الحرج، تمام، اللي بيفصل ما بين نورمال ومش نورمال في الستات، والون بيفصل بين نورمال ومش نورمال في الرجال. اوكي اتفقنا عليه، نمشي. Anthropometry for children، القياسات الانثروبومترية في الاطفال. القياس الدقيق هنا للطفل ضروري، accurate measurement طبعا لطول الوزن في الأطفال مهم جدا. The result can be used to evaluate the physical growth of the child.
هنا بكون إيش نقدر نستخدمه لنتائج تقييم النمو البدني للأطفال. For growth monitoring, the data are plotted in growth charts over a period of time that is enough to calculate growth velocity, which can be then be compared to international standards. لرصد النمو ترسم البيانات على المخطط اللي شفتوه قبل شوية بالنسبة للأطفال على مدار فترة زمنية متتابعة حسب الزيارات وحسب المتابعة أو جدول المتابعة بهدف حساب سرعة النمو، حساب سرعة النمو والتي يمكن مقارنتها بعد ذلك بالمعايير الدولية حسب الـ WHO standard. وهذا هو المخطط مرة أخرى في من بيقاس بالبرسنتايل، طبعا هذا ده البنات في for girls الأطفال الفيميل في تشارت مخصص للبويز بنلاقيه باللون الأزرق الموجود، ونفس الشيء يعني يختلف قليلا. Anthropometric Indices of Growth المعايير لمؤشرات النمو الطبيعية للأطفال. Head Circumference for Age في قانون اسمه قانون محيط الرأس بالنسبة للعمر، Head Circumference for Age، تمام احفظوا هذول القوانين مهمة. Index of Chronic Protein Energy Nutritional Status During the First 2 Years of Life هو هان عبارة عن مؤشر الحالة التغذوية للبروتين والطاقة Chronic Protein Energy الطاقة والبروتين الحالة التغذوية للبروتين والطاقة المزمنة خلال العامين الأولين من الحياة، خلال أول سنتين من العمر بيعطيني إيش محيط الرأس والعمر مقارنة بالرأس العمر والعكس صحيح، بيعطيني إيش مؤشر. المؤشر هذا هو تفسير للحالة التغذوية وبروتين الطاقة تبعته بالنسبة للأمراض المزمنة خلال العامين الأولين من الحياة. Weight for age الوزن بالنسبة للعمر. Index of acute malnutrition widely used to assess protein, energy, malnutrition and overnutrition in children from 6 months to 7 years. مؤشر الحالة التغذوية هان بالنسبة للعمر الوزن للعمر يستخدم هان مؤشر سوء التغذية الحاد على نطاق واسع حتى اني استطيع تقييم سوء التغذية بالبروتين وايضا الطاقة اللي موجودة من البروتين والافراط في التغذية اوفر نيوتريشن كمان لدى الاطفال من 6 شهور الى 7 سنوات، من 6 شهور الى 7 سنوات بستخدم القانون هذا. Limitations include هنا في تقييدات Age often unknown ممكن العمر يكون مجهول لاحظوا Composition of the weight unknown lean fat edema tumors ممكن ايش تركيبة الوزن تكون او مكونات الوزن غير معروفة. ايش هي مكونات الوزن؟ سؤال ما هي مكونات الوزن؟ What is the composition of weight اللي هي مثلا lean اللي هو pure عضل العضل الصافي الفات نسبة الدهون العامة وديما اذا في ايش ديما اللي هي استسقاء اذا في اورام تومر والى اخره، فهذا كله ايش بيعمل وزن كمان في الجسم. اوكي ويت فور هايت العمر للوزن او الوزن للعمر قانون مؤشر الوزن مقابل الطول. Weight for height. Sensitive index of current nutritional status which is relatively independent of age between 1 and 10 years. مؤشر حساس للحالة التغذوية الحالية current nutritional status اللي بيحدد هنا الحالة المستقلة حالة تغذوية مستقلة يعني برا الطفولة من سنة واحدة لعشر سنوات، من سنة لعشر سنوات ويمكن استخدامه مع الوزن بالنسبة للعمر can be used
مع الوزن، مع الوزن للعمر، قانون الوزن للعمر. height for age، الطول بالنسبة للعمر. within populations، في داخل مجموعة من السكان. height for children at given age reflects their nutritional status، هنا فقط بستخدم هذا القانون داخل المجتمعات، لما بدي أحسب نسبة معينة من الحالة التغذوية في داخل مجتمع بأخذ الـ height for age اللي هو الطول بالنسبة للعمر داخل المعدل السكاني، هان بيعكس هنا أطوال الأطفال في العمر المعين الذي حددته، وهذا بيحدد حالتهم التغذوية. يعني مثلا الأطوال كلها تحت الأطفال ما بين كذا لكذا، والأعمار مثلا من سن معين بحدده فبعطيني الحالة التغذوية، هو نورش أو ما نورش فيه، كلها هذه إلها normal values يا بنات. فلازم نحفظ القانون. skin fold thickness، سمك الجلد أو ثنيات الجلد. ثنيات الجلد إلها قياس متر لحالها خاص فيها، زي الكليب هاي شايفينه، إله ساعة وإله زي الكماشة هنا، وهذا هو العضلة والفات والسكين فولد. لما زي ما بنقرص الجلد هيك وبنطلعه لفوق شوية وبنقيس، هذه هو هيك بيقيس الفات. most of the fat stored in the body lies immediately under the skin، معظم الدهون المخزنة في الجسم تقع مباشرة تحت الجلد، وهذا هنا الثيكنس، هذه سماكة الفولد اوف سكين بيكت ات استراتيجيك سايتس اندكيتس ذا اماونت اوف سبكيوتينيوس فات. سمك ثنية الجلد الملتصقة في مواقع حساسة جدا، هنا مواقع استراتيجية، يعني مواقع أساسية في الجسم، مش من أي موقع بقيس، في مواقع خاصة بتشير إلى كمية الدهون تحت الجلد في أي جسد، في أي جسد. وهذه مهمة جدا، لو أخذت أنا بدي أكون دقيق في معياري بستخدم هذه الآلة أو هذه الأداة. Based on the idea that measurement of largest deposits of body fats may provide a reasonable estimate of total body fat، لما بدي أحسب أنا المعدل الإجمالي لأكبر كمية من الدهون في الجسم، ممكن يوفر تقدير معقول لإجمالي توتال الدهون في الجسم. فإجمالي الدهون في الجسم هنا بيعتمد على قديش في سماكة في هذا المكان اللي أنا بدي أقيسه باستخدام هذه الأداة، وبيساعدني في إيش؟ حساب إجمالي الدهون في الجسم. هاي الأماكن اللي أنا بقدر أقيس منها، وممنوع أقيس من غيرها. خلف البايسبس هان، هاي واحد، تمام، اللي هي ميد ترايسبس، خلف الترايسبس، او عفوا من الترايسبس نفسها هي. المكان الثاني اللي هو سوبرا ايلياك، اللي هو هذا المكان سوبرا ايلياك، بعد عظمة الكتف هنا، لوحة الكتف عفوا، في اسفل لوحة الكتف بمسك هيك ثنايا الجلد. طبعا هنا ممنوع الملابس، فبدها خصوصية بالنسبة للشباب او الصبايا، فبدها خصوصية شوية، فهنا يجب قياسها بهذا الآلية، نكبشها هيك ونحط الميتر هذا بنقيس. الميد بايسبس اللي هي عكس الميد تراي، ميد بايسبس هاي برضو ايش، في عضلة البايسبس من الأمام باخدها، وفي الجنب هان اللي هو سوبرا إيلياك، عفوا هاي السوبرا إيلياك، هذه اللي هي سبكابيلر اللي هي تبعت الكتف، عفوا ما كانتش واضحة. اوكي، فسوبرا إيلياك هي هذه المكان من الأمام في الجنب، قد ما يكون في دهون هان قد ما يكون في. طبعا هدول الأربعة سكيل بنحطه في لهم قانون، وبيتم حساب الأربعة سايتس هاي قديش كمية الدهون في الجسم. طبعا هذه غلبة، وممكن ما يكونش الإنسان ماخد باله إنه ملابسه بده يصير فيها
يعني الجهاز هذا مش موجود أو يصير فيها إحراج، ففي إيش طرق أخرى لحساب الدهون في الجسد. في ممكن أنا أقيم الوزن أيضا تحت الماء، طبعا هذه من الطرق القديمة التي تم استخدامها سابقا، هدفها measuring body fats، يقيس دهون الجسم، اللي هو أركميدس برينسيبل، مبدأ أركميدس معروف، هذا عالم من العلماء اليونانيين، قال إنه فقدان وزن الجسم في الماء an object loss of weight in water. The weight of the volume of water it displaces because the object is in the water is buoyed up by a counter force which is equal to the mass of water it displaces. يعني مثلا فقدان وزن الجسم في الماء، يعني وزن لما بنحط حدا في المية مش بيطفو سطح الماء وبتطلع كمية مية من المكان اللي نزل فيه، زي مثلا ما نعبي glass of water على الآخر ونحط فيه بيضة، مش هذه البيضة اللي هو وزن البيضة، لما تنزل في قلب الجلاس كل المية اللي زيادة اللي على الحفة التب هي هتنزل برا، هو هذا الهدف. فإن الحق عنهم، فالمية اللي طلعت برا هذه هي وزن الدهون اللي موجود في الجسم. فهمتوها كيف؟ هنشوف صورة مع بعض. أول نشوف القانون body density dry weight، الوزن الجاف، الوزن القائم الجاف مقسوم على إيش؟ في فورمولتين هنا جوا، لاحظوا القوسين dry weight minus wet weight، الوزن الجاف مع الوزن الرطب بالماينوس هن في داخل المية مقسوم على water density، على كثافة الماء. طبعا هذه طريقة قديمة ولكن دقيقة، صعب التنفيذ الآن ولكن تستخدم بدائل، ولكن في الأساسيات كيف أجت هذه القياسات، والبديهية العلماء كيف جو. دول إنرجي إكس راي أبسوربومتري اللي هو جهاز الدكسما أو جهاز الدكسا، دكسا بيقيس إيش؟ كثافة العظام، بيقيس كتلة العظم والأنسجة و الأنسجة الخالية طبعا من الدهون، و and fat by difference، والدهون باختلافاتها. في bioelectrical impedance analysis BIA، تحليل المعوقة الكهربائية الحيوية. هنا المبادئ تبعتها هي ايش؟ principles تبعتها tissues such as blood or muscles are highly conductive whereas fat and bone are highly resistive. الأنسجة مثل الدم والعضلات موصلة للكهرباء بشكل عالي، بينما الدهون والعظام مقاومة لتوصيل الكهرباء. ويمكن تقدير هنا حجم هذه الأنسجة من خلال قياس المقاومة للتيار الكهربائي اللي بتدفق عبر الجسم. طبعا هذا دقيق جدا، ما أنا بدي أحسب لشي عالي الخطورة في جسم الإنسان، وهذا لا يستخدم إلا نادرا. هاي الميزان العادي تبعنا skin fold، وهي الهايدروديستوميتر اللي هو المغطس اللي بيحدد فيه قديش بيطلع مية من البني آدم. هنا جهاز البايو إلكتريكال إمبيدنس، وهنا جهاز الدكسا. وجهاز الدكسا بيقيس الدهون بدقة من خلال العظام، من خلال هاي الإسكانر الإكس راي، العضلات والعظام والدهون والسكين فولد اللي فيها. وهذا جهاز برضو شبيه فيه، له كبسولة بتسكر هاي الباب اللي هو Air Pressure Air Displacement Bathysmography. كل هذه أجهزة، هذا أجهزة حديثة هان، وهنا جهاز حديث. هذولا طبعا المية عفالي الزمن زي ما بيقولوا. Advantage and Disadvantage، كل شيء له مزايا وعيوب. هو مزايا وقيود. المزايا هنا مثلا measure many variables of nutritional significance. النيوتريشنال significance تبعتنا ال variables اللي بدي اياها انا في سجل المريض، بوريكم بقى انا ان شاء الله في المحاضرة الجاية ممكن اعطيكم التشارت كامل اللي انا بستخدمه في مكتبي الخاص، كيف انا بوزع
هاي الأرقام وكيف الحسابات تبعتها في برنامج دقيق جدا أنا عامله بالإكسل بحسب هذا الكلام. وإذا بكون لنا ميتينج أونلاين اللي نناقش في هذا الأمور بتكون أفضل. هي طبعا هاي الميشرمنت بتقيس الهايت، هنا الاختصارات احفظوها، اتش تي هذه هايت، دبليو تي هنا الويت، الماك والاتش سي سكين فولد ثيكنس ويست اند هيب ريشيو والبي ام اي. نون اكسبنسيف اند نيد مينيمال تريننج، غير مكلف ويحتاج بس فقط الى تدريب. هذه كلياتها الأرقام والأحرف والاختصارات اللي أنا ممكن أنا أقيسها في أجزاء الجسم، وهذا إيش؟ أدفانتج. كمان أدفانتج مش غالي التكلفة ولا عالي، بس بيحتاج إلى تدريب بسيط. القيود هنا والمحددات انتر observed observers error in measurement، ممكن أخطاء في مراقبة الأرقام، يعني ممكن أنت تاخذ لقياس حدا تاني يجي ياخذ لقياس وراك ما يكونش عارف الأماكن الصح في جسم المريض يخطئ في النتائج، وهذا شيء طبيعي. does not detect changes over a short period of time، ممكن إيش ما يقيسش الاختلافات في وقت قصير أو خلال مدة زمنية قصيرة بدقة. does not distinguish between specific nutrient deficiencies، ممكن ما يعطينيش إيش اللي صار معك، يعني الأرقام اختلفت لكن إيش اللي صار جوا ما حد بيعرف لأن الموضوع مش كامل. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة عبر القناة بشكل أفضل. أرجو الاشتراك ولكل ما هو جديد. شكرا لكم، قناة الدكتور عطاء القيسي، تحياتي لكم وألقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله.